انا ما عندي والله العظيم بالي هاوي قصه بصح ماشي مجميع واحد عنده دراهم فاهم زعما هذا قبل الرؤساء تاع لو موند اونتي وشوفوا الغلطه اللي دارها. السلام عليكم مره اخرى ايها ما تقولش حليمه ورحمه الله وبركاته. اكثركم يعرف المثل اللي يقول عادت حليمه لعادتها القديمه. هذيك مرت الشاد لي والله ما عادت. انا شاهد عليها مسكينه ما تهضرناش في حليمه مرت الشادلي. الوليد بن طلال اوكي طلع من التوقيف في فندق الريتس كارلتون وقالوا له حدك الرياض ما تطلع برا البلد وشويه فلوس من عندك راح ناخذها منك واياك ان تقرب السياسه وتقول انك تبي تصير ملك في المستقبل. اخونا في الله الامير الوليد بن طلال ترك لحيته وصار وسوى نفسه متدين وقال انه يصوم الاثنين والخميس كل يوم. استغفر الله. هذه غير عند السعوديه. ما ادري كيف يصير الخميس والاثنين كل يوم، لكن ولاه الامر ابخص. الشيوخ ابخص. ما في شك، انا اصوم دائما يوم الاثنين والخميس. نعم. يوميا. انا اصوم دائما يوم الاثنين والخميس. نعم. يوميا. ترى الوليد هذا قد قال من أول إنه صلى 1500 ركعة في يوم واحد. كان طايبته يعني قضاء عما فات. لكن الظاهر تدين الوليد مؤقت ويمكن اللحية قريب يشيلها. للحين ما أدري هو شالها ولا ما شالها. واضح إن الوليد بينتكس أو انتكس ورجعت حليمة لعادتها القديمة. مثل اللي كان مخنوق بالريتس طلع الوليد الى البر يبي يشم هواء ونفس الحكايه جوه اللي يدورون شرهات او جابهم وهالمره زودها جاب له نسوان ويقصدون عليه بعد ما بقى الا يجيب من الفطيس بعد يقرا عليه قصيده. يبدو لي والله أعلم أن الوليد بن طلال باقي في راسه حب المنطحن. ترى مسألة أنك توزع شرهات وتفتح مجالس وتجيب صور استعراضية لك على الخيل وغيرها، ترى فوق أنها تكره الناس فيك إلا أنها ما تمشي عند الدب الداشر. الدب الداشر يبيك تنخمد ويبيك تنطم إلى الأبد، ما تسوي نفسك أي قيمة، يكون حالك مثل حال المواطن مشعان ابن قشعان ابن سلطان، مسجل على حساب المواطن وينتظر الوظيفة. صدقني يا الوليد، إذا نفخت ريشك شوي إن ما يرجعك الدب الداشر إلى ريتز، لا بيدخلك مستشفى إشهار للمجانين ويقول إنك مدمن مخدرات وزودت الجرعة أصابتك بالجنون وحالك مثل حال بن نايف ما عاد منه الطير خضر. فالتفت لنفسك يا مال الشحم يا وليدكو وبلاش استعراضات، ترى إن زودتها يا الوليد أبي أتصل على صديقي وحبيبي سمو الدب الداشر وأقول له طال عمرك ترى وليدكو ما لقى من يربيه وإنه رجع العادة القديمة بالهياط والاستعراض عشان يقول للمواطنين إنه ينافسك وأنت تعرف ما ينافسك إلا أبوك وأمك يا حمودي. الله يلعنك يلعن أبوك وأمك ويلعن والدك وينعل أعمومه وجدوده
وينعى راسة آل السعود من أولهم لآخرهم. القتالين الصهاينة عملاء قوادين الأمريكا يمدوا جزية الأمريكا وجزية لإسرائيل وفلسطين كما يقول لك ما كان والو. انت قلتها يا كيفاش يقولوا له ابو سروالين باسكو تيرمون كو ترتور ترتور ابن سلمان ترتور لا طايت او خلاها في جهه او باسكو هما الطباسه تاعهم. يا رب يا رب يا رب نلقى لكم الطباسه. الطبسي اللي ياكلوا فيه السعوديين يعني والله العظيم غير عندهم شهية. استناو تشوفوا دقيقة ندخلوا لهنايا الوغ غير واش نوري لكم برك هكذا الطبسي تاع السعوديين. الناس نورمال باغ اكزومبل في حفلة ولا في عرضة ولا ابا ياكلوا هنا زوج ياكلوا طبسي نورمال بصح السعود شوف الطبسي تاعهم والله الطبسي تاعهم كبير على داري. انا نقولها ونعاودها داري ودار جارتي. واسنا نزيدوا الاخرى شوف والافارقه وهذه كادي تاني في السعوديه شوف هايلك ماشي حرام هدايا سعودي جابتهم من عند السعوديين هايلك ماشي حرام عليكم يا آل سلول. ما حبيت ندير مع هذا الفيديو باسكو ما هي طول على كل حال اكو تشوفوا في هذه ورا شا بون هذه كانت رقاصة وقتلهم كي نموت عبا ديروا لي هكذا يدفنوني شطحوا ديروا حفلة هكذا كي تروحي عند عزرائيل يكمل معك الحفلة